واحد السلام عليكم. وا 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 رصيع. اليوم غندوي لكم الاخوان على الكوزينه المغربيه. حنا الوحيدين اللي عندنا اغرب الكوزينات واخطر الكوزينات في العالم. حنا في الدار ديالنا كاينه عندنا شي طباسه قسما بالله الا كبر مني في العمر، وعندنا شي كيسان قسما بالله كنا ربحناهم في ديك الكوكه تي كتشرب ستات القراعي واقيلا تيعطيو كاس. الكوزينات المغربيه تتلقى فيهم ربعه ديال لي زيطاجير، طيرموسات الفوق، طباسه ديال الطوس بوحدهم كتكون كاتبه فيهم امك السميه، والطباسه العاديين عاد الكيسان الحرب هذه. كاين شي طباسه عندنا قسما بالله العلي العظيم ما عمرنا كلينا فيهم، كاتبه فيهم امي السميه، حتى لا دار شي واحد حدانا العرس كيطلبوهم ليها. وعندنا واحد الطرموسات بكثره ما قدامو دابا كنديروا فيهم القهوه بارده كنلقاوها سخنت بحال تسطاو. زيدك واحد الطاج تيكون لتحت، تيكون لتحت تخشي فيه امك الطناجر، تتلقى طنجره حدا طنجره حداهم البوطه، البوطه كتبدل كل شهر طناجر ديما تم، علاش الله اعلم علاش اموي شنو. حنا الكوزينه الوحيده في العالم واقيلا اللي كتلقى فيها 400 معلقه 300 موس 13 مغرفه، وامك تتخرج لك هذوك اربعه المعالق النيت وهذوك ثلاثه الموس اللي كدوزوا بهم حياتكم كامله. على زعما الثلاجه عندنا، الثلاجه كي دايره كتلقى عندنا الثلاجه بحال هكا ملصقين فيها دوك الفروي كيكونوا فوق الفريغو، بانانا تفاحه العنب ايجا صافن، ولكن الداخل كاينه الخضره اللي كتحل الثلاجه عندنا. انا نقول لكم داك ليماجيناسيون اللي كاينه عندنا، تتلقى المعدنوس بحال لا شاد حق الله داير بحال فهمتي، متكي على مطيشه، مطيشه متكي على بود نجال، في الاخر تتولي فيهم ريحه وحده تعطيوك المذاق ديال اللفت. وحنا الوحيدين في التاريخ اللي ما تناكلوش يوميا في الطبسيل ديال الطوس. واش الوالده تتخاف نحيو هذاك الطوس؟ الله يعلم. وحنا الشعب الوحيد اللي كنكونوا عارفين عند بنكينه الطناجر، علاش شاريه مامي اصلا؟ حنا الشعب الوحيد اللي اغلبيه الاسر ديالو ما تيتغداوش كاملين في الضربه وتيتعشاو كاملين في الضربه، حتى تيجيو الضياف تيبداو يدوروا عليك التليفونات، الو راه عمك هنايا ما غاتجيش، الو خالتك راه جات من هذا شنو راه حشومه فهمتي، كيولي فرض خصك تجي تاكل واخا انت شبعان. حنا الوحيدين اللي ما خفتش نكذب في العالم، الام المغربيه، الام المغربيه اللي تقدر تخزن الحق ديالها ديال اللحم وتخليه لك تجي وتعطيك تاكلو واخا انت ما تسواش حتى بصله. تحيه للام المغربيه، تحياتي 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 من هذا المنبر.